ده مقام البشري الوحيد على وجه الأرض اللي اتحبست الشمس عشانه. ده أطول قبر لبشر أشوفه في حياتي، بس هل في بشر بالطول ده؟ أصدقائي، احنا تعبنا جدا في تصوير الحلقة دي، بتمنى توصلوا الفيديو لعشرين ألف لايك. احنا النهاردة موجودين في مقام نبي يوشع ابن نون، فتى النبي موسى عليه السلام، واللي ليه قصة شهيرة ذكرت في سورة الكهف. احنا بجوار نبي اسمه يوشع ابن نون، ابن إفرائيم، ابن يوسف، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم عليهم السلام. لكن قبل ما نقول ليه المقام طويل بالشكل ده، تعالوا نمر سريعا على قصة النبي يوشع ابن نون. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا موسى كان بيخطب في قومه، فسألوه من هو أعلم أهل الأرض، فسيدنا موسى قال لهم أنا، فأوحى ربنا لسيدنا موسى أن في من هو أعلم منه، فسيدنا موسى سأله أن يريه من هو ويدل على طريق من هو أعلم منه، فربنا قال له أن ياخد معه حوت، والمكان اللي هيفقد فيه الحوت هيلاقي فيه من هو أعلم منه. وطبعا أصدقائنا في دول المغرب وتونس عارفين أن الحوت هو السمك، فحبيت أوضح دي للي مش عارف. هذا الذي حمل الغذاء الحوت المشوي لما ذهب موسى يتعلم من العبد الصالح الخضر عليه السلام. فخرج سيدنا موسى ومعاه فتاه النبي يوشع ابن نون ومعاهم الحوت لغاية لما وصلوا للصخرة، فوضع سيدنا موسى راسه ونام. ويقال ان الصخرة دي كان فيها عين اسمها الحياة، مجرد ما المية بتاعت العين دي تلمس اي شيء ميت بترجع ليه الحياة، وبالفعل لمست المية الحوت ورجع للحياة ودخل البحر. يقال هذا بيته وهذا قبره، لكن طبعا طول البشر في الوقت اللي كان سيدنا موسى موجود فيه ما كانش بالطول ده. طيب هما ليه عملوا المقام بالطول الكبير جدا ده؟ وذلك علشان هم كانوش عارفين الموضع المحدد المدفون فيه النبي يوشع ابن نون، فكل شخص قال هنا مثلا، أو حد قال هنا، أو شخص قال هنا، فعلشان يجمعوا ما بين كل الآراء عملوا المقام بهذا الطول تحسبا إنه يكون في أي موضع دفن فيه، فيبقى الجزء ده كله هو المواضع المحتملة لدفن النبي يوشع ابن نون. ولما صحي سيدنا موسى سأل فتاه النبي يوشع ابن نون وقال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فرد يوشع ابن نون قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، ولما رجعوا للصخرة وجدوا عندها سيدنا الخضر. فرجع موسى وفتاه عند مجمع البحرين، هناك التقى موسى بالعبد الصالح الخضر ودار الحوار، خرق السفينة، قتل الغلام بنجدر ما بين موسى والخضر. بعد موت سيدنا موسى وموت سيدنا هارون قبله، وبعد انقضاء سنوات التيه، كتب الله عز وجل أن يكون فتح مدينة الجبارين يكون على يد النبي يوشع ابن نون. وهنا في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي صار إلى بيت المقدس. أنتم متخيلين لو الشمس مثلا بتغيب الساعة 6، ففي وقت فتح بيت المقدس على يد يوشع بن نون غابت الشمس بعدها بفترة طويلة لغاية لما انتهت المعركة بالفتح والانتصار على القوم الجبارين. أما الحديث الثاني فهو اللي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء واستنبط أن هو يوشع ابن نون قبل أن يخرج للغزو قال لقومه أن أي حد كان هيتجوز قبل الغزو أو هيكمل بيته أو عنده غنم هتولد أو هتخلف يعني ومستنيها ما يخرجش معاهم. انطلق يوشع بجيشه حتى وصل لمدينة أريحة. أريحة تبعد 20 كيلومتر من هنا. حاصر أريحة 6 شهور. لماذا؟ أقدم مدينة سكانها عمالقة محصنة بصور منيع. بعد 6 شهور يوشع قال للجيش رددوا الله أكبر. قال الجيش الله أكبر إن هدم الصور فتح أريحة، قولوا الله أكبر. ولما خرج مع من تبقى من قومه وصل لقرية الجبارين تقريبا يوم الجمعة بعد العصر أو بعد صلاة العصر، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها، فحبست حتى فتح الله عليه. ما حبست الشمس لبشر إلا ليوشع، الشمس تقف، آية من آيات الله وقفت، ناموس من ناموس الكون تغير لأجل هذا النبي، ونحن كلنا جئنا نقف حبا وسلاما عليه، أسأل الله أن يجمعنا معه بل مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي يوشع ابن نون في موضع تاني غير موضع سورة الكهف بطريقة غير صريحة أيضا في القرآن الكريم، في قوله تعالى قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كان أحد الرجلين هو اللي دخل الأرض الكنعان هو يوشع
ابن نون. ماذا فعل يوشع؟ كيف قاتل؟ كيف فتح القدس؟ فعل أمرا نحن بحاجته وهو اللجوء إلى الله بالدعاء. هذا النبي بيعلمنا كلنا نقول يا الله، فإذا سألنا فلنسأل الله، وإذا استعنا فلنستعن بالله. مقام النبي يوشع ابن نون موجود في الأردن في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، وبنصحكم تزوروه لأنه يستحق. وكالعادة اللي بيساعدني في تصوير الحلقات التاريخية عبد الله سندسها. هلا والله بالخيميائي، تابعوا صفحته اسمها سندسها. ودي كانت حلقة جديدة مع الخيميائي عن مقام النبي يوشع ابن نون فتى النبي موسى عليه السلام، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.